السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الجورنال دي المير. إن شاء الله كلكم ربكم بخير ولا خير. جسي هذه غايبة ما بنت لكمش، ولكن سمحوا لي الظروف. قولوا لي كيراكم دايرين مع هذا الشتاء؟ احنا التلج راه داير فينا حالة، ولكن الحمد لله يا ربي. كما راكم تشوفوا الوصفة تاعنا، سي دي بات اباز دو بازيليك ولي كروفيت. نبداو بسم الله. عندي هنايا طاجين درت فيه واحد 3 مغارف تاع زيت، غادي نزيد عليهم واحد 500 غرام حتى 600 غرام تاع كروفيت نقيين ومغسولين. هلا انتم، انا قلت لك واحد 500 حتى 600 على حسب كما قلت لكم الاشخاص اللي عندكم في الدار. قلوهم غير واحد شويه، وتبارك الله هذه الوصفه ما تديش وقت كبير، اونطو واحد 10 دقائق. بالنسبه للبقور، عندنا مورف كبيره تاع ثوم مرحي ايون بودر، عندنا مورف تاع حرور باور نوار والملح. بالنسبه للحرور والملح على حسب الذوق تاعكم. هلا غادي نديرهم يتقلوا ونمروا باش نغلوا لي بات تاعنا. انا لي بات اللي ديتهم هادو، سي دي لا مارك كاتيلي، سي دي بيني. بصح اي نوعيه تاع لي بات استعملوها، ماشي مشروط تدو من هادي. فوالا، وهذا احنا نعيطوا له بيستو بازيليك. الا بغيتوا الوصفه نجم نديرها لكم، ما كاش مشكل. خلوا لي ان كومونتير تحتها ونديرها لكم بالحبق. هذه مصنوعه، هذه كريمه الطبخ، هذه من الماده الدهنيه. انا ديت 35%. فوالا كما تشوفوا تبارك الله، رانا قلينا مليح لي كروفات. غادي ندير 3 مغارف كبار يكونوا عامرين، يعني صديق بومبي تاع بيستو. فوالا كما تشوفوا المغرف تكون معمره مليح. نخلطها غير واحد شويه. بالنسبه لكريمه الطبخ، انا غادي ندير واحد 450 غرام. انا نخلطوها غير واحد شويه قد ما تغلي، ونرمو لي بات. انا كما تشوفوا غير الطبخه الاولى، ولي بات تاعنا صديق رانا غليناهم وصفيناهم. تبارك الله، هو البلا تاعنا راه واجد. انا كما قلت لكم وصفه سهله، وتبارك الله كما الواحد يقول لك ولادنا يبوا هذه الماكله، حاجه خفيفه و يعني ومغذيه. انا درت فوقها غير شويه هكا، دريت عليها شويه تاع معدنوس. فوالا شهيتكم فيها في الجنه ان شاء الله. سمحوا لي بغيت ندوق. فوالا الوصفه تاعنا راهي واجده، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا لا بروشين إن شاء الله.